انت الى متى راح تبقى معارض؟ لا تدخل انتخابات، قواعدك الجماهيريه راح تروح، انت مو طائفي، على ماذا تعول؟ يعني هذا مستقبلك السياسي وتاريخك السياسي والمواقع التي شغلتها. ما تقبل من الانتخابات، عندك مشكلة على الانتخابات. اي عندي مشكلة كبيرة على الانتخابات. ايش وش راح تسوي؟ لا انت تدري الانتخابات اولا هاي كذب، انتخابات مو انتخابات هاي. فزنا بال 2010 قالوا لا انتم ما فزتوا. زين. شلون ما فزنا؟ راح هذا التاريخ. لا شنو راح؟ الان. مو هذا كله خلل بالعملية السياسية. هذا ادى الى خلل بالعملية السياسية وادى الى خلل بأنه أمريكا وإيران هي تقرر مستقبل العراق. إيش تصير بالانتخابات؟ أمريكا قالت علاوي ما يصير رئيس وجمهورية رئيس وزراء، وإيران قالت علاوي ما يصير رئيس وزراء. زين شلون أنت تصلح البلد؟ ما أنت بماذا تفكر؟ هاي القصة واقع، كل إحنا حفظناها، هسه قمنا نحطيها بالمية لليرضع. نحن أنت لديك رؤية للحل؟ عندي رؤية كثيرة للحل والله. المؤتمرات أنا أقول لك ما تفيد. ما تفيد ما تفيد. واللقاءات الدولية ما تفيد. بقى هل إمكانية؟ اللقاءات الدولية تفيد مو ما تفيد. أي. تفيد اللقاءات الدولية. على من نتعول؟ على روسيا؟ على العصين. ها؟ أعول العصين. أي. وأعول على العرب. أي. ودعتك والله العظيم. العرب الآن نشوفوا بقضية هاي غزة. بغزه تلاحظ انت شو ماذا يقدرون يسوون شيء العرب، لان ما حد وياهم واقف. فاكو شعور عربي انه اكو ضعف بالهيكل العربي، يعني بس ما صرت تصيح وتهدد بالقوه، تستعمل القوه، بقيه ماذا يهددون؟ ماذا يقدرون يهددون؟ تصور يقول له والله العالم نريد العالم يوقف ولا اعتداءات على اهل غزه، العالم شنو متوجز من العالم. فلهذا تدي المؤتمرات الدولية تفيد، التجمعات العراقية المؤمنة بالمدنية بالخط المدني الوطني الديمقراطي هاي تفيد. ولهذا أنا الآن دا أتوسع في هذا الإطار. شنو اللي ممكن أنا تقدم الصين؟ الصين دولة براغماتية، ونظام الحكم الموجود الحالي يخدم مصالحها كثيرا. بعد شنو اللي يسوي النيا الصين؟ والله الصين احكي لك، الصين وقفت ويا العرب في مسألة حل الدولتين مع فلسطين، وقفت ويا العرب بالاعتداءات اللي صارت على الأمة العربية بالحروب اللي شنت على الأمة العربية من قاموا على عبد الناصر وقتها العدوان الثلاثي على مصر. الصين وقفت ويا العرب ويا مصر ويا عبد الناصر، ماو تونغ وقف ويا عبد الناصر. لهذا الصين 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 بلد متقدم جدا، وبلد واعي، وبلد يدرك المشكل. هسه المجموعة العربية العاملة راحت للصين هسه، يعني وزير خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين. أحسن استقبال استقبلوهم، وأنذروا العالم أنه إذا ما راح العالم يتحرك هم راح يتحركون الصينيين. فلهذا المؤتمرات الدولية مفيدة مو مضرة، بالعكس تتعرف على أفكار تساهم بها، قسم منها تنتقدها قسم منها